تصريح لرضا بالحاج، منظومة عبير موسي ومنظومة قيس سعيد هي منظومة الثورة المضادة اللي هي وراها أطراف معلومة، وهي اللي كانت وراء الانقلاب، وراء عبير موسي حضرت له الانقلاب، قام بالانقلاب، واليوم تحاول تدارك لأنه هرب لها بالقطعية، لأنه كل واحد يختم في أجندة مختلفة نوعا ما، وأعرافهم تختلف، لكن نفس الأجندة ضد الثورة والديمقراطية والحرية. لكن اللي سألني أسأل، عبير موسي الآن تطرح خارطة طريق فيها عازل سعيد سيد صالح. هذا اللي قلته يا حسين، يعني هي الآن تتموقع على أنقاض قيس سعيد، أو تريد أن تتموقع على أنقاض السيد قيس سعيد. أنا أعتقد أنه الكلام اللي قاله الأستاذ مهم للغاية، مهم. والحقيقة أنت تعرف حسين، قلناه منذ عام 2012 و2013، وكتبنا في الصحافة التونسية والأجنبية بأنه الثورة المضادة مع الباجي قائد سبسي استعادت أنفاسها من جديد وأقامت عودها كما يقال، وبدأت تنشط في تونس بشكل منظم ومكثف ومهيكل إلى آخره. لكن الكثيرين من الثوريين ومن الذين تبنوا الثورة والتحقوا بها، أو حتى من صفوف الانتقال الديمقراطي لاحقا حسين، لم يستمعوا إلى هذا الكلام. يعني عبير موسي هي تعبيرة من تعبيرات الثورة المضادة في قصويتها خاصة، معناها أعتقد أنه الكثيرين الآن يصطفون جزء من اليسار الاستئصالي الذي كان يسمي نفسه محسوبا على الثورة، الآن ينخرط في هذه الجوقة الجديدة في عملية التعبئة ضد الثورة والتعبئة ضد جبهة الخلاص والتعبئة مع رئيس الجمهورية وفي قلب مشروع رئيس الجمهورية. نحن نتحدث إذن عن معركة جديدة الآن في تونس، من ثوري ومن غير ثوري، والمقولة القديمة الثورة والثورة المضادة كأننا نستعيدها الآن بأكثر قوة من المضى، لأنه هذه المعركة اليوم هي المعركة بين الثورة والانتقال الديمقراطي والحرية في تونس، وبين الثورة المضادة والعودة للاستبداد والبناء الجديد للاستبداد في تونس. خارج هذا السياق في تقديري، خارج هذا التوصيف والتصنيف، يعني مش نتوه في أو نتيه في معارك أخرى وفي تصنيفات وفي توصيفات أخرى جانبية وهامشية قد تضيع أمامنا البوصلة في نهاية.